هذه كانت الأجواء بين أبطال وطاقم عمل مسلسل أولاد آدم احتفالا بانتهاء آخر يوم تصوير للعمل اللي ينعرض يوميا خلال الموسم الرمضاني. ألف مبروك على نجاح أولاد آدم، عن جد كل هيك الأصداء كتير حلوة. الله يبارك فيك. إيه لا الحمد لله، أولاد آدم كان من الأعمال العربية المشتركة اللي أثبتت وجودها ونقلت الصورة كما هي. وهالمسلسل رغم أنه كملوا تصويره في ظروف صعبة جدا اللي قاعدين نمر فيها حاليا، لكن الجمهور لاحظ أن العمل متقن من كل النواحي الفنية. نقطة تحتسب عن جد لشركة الإنتاج، شركة إيجل فيلمز، لحضرتك أنه عن جد العمل كان رائع، ما في شيء ناقص بهيدي الظروف، بهيدي ظروف التصوير كورونا، يعني طلع بشكل هيك كتير حلو. معك انت بتعرفك، انت متبعتينا قديش تعذبنا. انا بشكر كل فريق العمل من المخرج الاستاذ ليس حجو للممثلين للكرو اللي كانوا مواكبيننا، اللي قعدوا انحجروا هم معنا وتعبوا وتعقموا معنا وعملنا فحوصات لنقدم هالعمل الواقعي، العمل اللي دق باحساس كل الإنسان بهالوطن العربي ولبنان سبيشل، ونقل الواقع اللي نحن عايشينه بهالزمن هيدا. وأكيد الفرحة كانت واضحة على كل الموجودين، ومن بينهم ماجي بوغصن اللي حابه تسلم على كل زملائها. نقلكم أول شيء ألف مبروك على العمل. مرسي بس أنا زعلانة. ليه؟ ما بحب بس يخلص تصويرك ومبسوطة مع الكل، فبحس انه فجأة هيك بنكون مضغوطين ومعجوقين وخلص المسلسل، يعني بكرة ما عندي اوردر، ما عندي تحضير، ما عندي حفظ، ما عندي تياب، ما عندي، تحس هيك فجأة هيك بيفضى كل شيء. بس مبسوطة انه تم المسلسل الحمد لله بنجاح رغم كل الظروف يلي عكستنا، بس خلصنا التصوير من دون أي تنازل الحمد لله. بس دانييلا كانت طايرة من الفرحة لانتهاء التصوير بعد المجهود الكبير اللي بذلته في هذا العمل. كان نهار كتير حلو اليوم، تعبنا بس انبسطنا كتير لأنه كلنا رجعنا اجتمعنا. أكيد ماكسيما كان موجود معنا اليوم، نوجه له تحية، ومسلين كتير بس إجوا تيقصوا الجاتو معنا. كان نهار حلو، متعب بس حلو. وغياب ماكسيم عن هاليوم بسبب سفاره لباريس عند عيلته، بما أنه خلص تصوير مشاهده من قبل واللي أكيد حب يحتفل أيضا معهم في نجاح هذا العمل اللي يلاقي نجاح كبير وأصداء إيجابية من الحلقة الأولى بسبب تسليط الضوء على قصص حقيقية من الواقع وعلاقة الشخصيات في بعضها. We're very happy بالأصداء اللي عم نسمع، يعني حلو، الناس حابة العلاقة بين سعد ومايا وحابة الكيمستري بيناتنا وبين الشخصيات، وهيك حاسين انه قرب من قلبهم للناس يعني. ولأن هذا المسلسل قريب كثير لقلوب المشاهدين من كل أنحاء العالم، حب المنتج جمال سنان يكشف عن سكوب حصريا لترندينج. نوعدكم أولاد آدم حيكون السيزن الواحد، حيكون كذا سيزن إن شاء الله. سكوب روش. لكن لما نرجع نقول وضح لنا أنا سمعت صح أو لا في سيزن 2. إن شاء الله يعني الأحداث توحي إلى ذلك، يعني زي ما بيقولوا السيزن 2 أنا خلص نوعدت بسيزن 2 من أولاد آدم بعد، يعني بس إنه الأصداء يعني عم تجينا بكل وين ما كان بالعالم العربي، حتى بأمريكا، حتى بلاتين أمريكا، بأستراليا، بكندا، عن جد وهون بلبنان، ويعني فان شاء الله خلينا نشوف. وخبر احتمال وجود جزء ثاني للمسلسل خلانا نتساءل شو رأي الأبطال في هذه الفكرة. بيستاهل أولاد آدم جزء ثاني؟ من هلا نحن سمعنا انه العالم عم بيطالبوا فيه. انا بخاف من الاجزاء صراحه، ما بعرف كويس شو رايك. اذا ما كان شيء انا برايي اذا ما كان شيء المستوى تبعه اعلى من المستوى اللي صار باولاد ادم الجزء الاول، فما له داعي، بالعكس بصير حاله تكرار وحاله اشتراك للشخصيات. انا بعتقد الشخصيات عاشت حاله غنيه بهذا المسلسل بهذا الجزء، وعندها تقلبات كثير رح نشوفها هلا خلال الحلقات الجايه. ما بعرف قد ايه ممكن هذا الشيء إذا كان الكاتب فتح على خيال تاني بجزء تاني، ما بعرف قد ايه، على حسب الورق وعلى حسب النص وعلى حسب الفكرة. أما ماجي فرحبت في هذه الفكرة بإيجابية كبيرة. طلع أنا بتمنى يكون في جزء تاني، يعني بعشق بكمل الجزء التاني.